متتبعي موقع ناظور سيتي مرحبا بكم. اليوم طاقم ديالنا تتواجد بمدينة وجدة لحضور الملتقى الجهوي التكويني الثاني اللي حمل دور الإعلام في تشجيع المشاركة السياسية للشباب. طبيعة الحال حضروا فيه جميع المدن من كافة أنحاء الجهة الشرقية. ناظور سيتي كتغطي لكم الأحداث، خليكم مع الروبورتاج تاني. من مدينة تاوريرت، احنا انا كنحضر هنا كمشارك في الملتقى التكويني الثاني اللي كتنظمو حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية. احنا الان في اليوم الثاني. في اليوم الاول كنت مشارك في الورشة ديال تقنيات التحرير الصحفي. طبعا استفدنا من التقنيات اللي كتمكننا من اعداد مجموعة من الاجناس الصحفية وبعض التقنيات المستعمله في هذا الاطار. السلام عليكم، الاسم ديالي عائشه النادي، مدينه بركان. المهم عيطوا لي في هذا الملتقى باش نشارك معكم في واحد الموضوع ديال الاعلام. اختاريت ضروري كاين استفاده. اول حاجه اختاريت الموضوع ديال الوقوف امام الكاميرا. بحال البارح قمنا بعده اعمال، مثلا التحركات وكذا، كيفاش نقدروا نتحروا بداك بلغه الجسد، لغه اللسان، كيفاش نتكلموا، كيفاش نتحركوا. وكانت اول مره نحضر في هذا الملتقى. الملتقى اللي داز ما كنتش عارفه، مازال ما كانوش عيطوا لي، ولكن دابا مزيان. تشاركي في ملتقيات اخرى؟ اكيد المره الجايه، اكيد باش ما غادي يعيطوا لي ان شاء الله غادي نكون حاضره. شكرا. السلام عليكم، بشرى الدحماني، 19 سنه، من مدينه تندراره، اقليم فيكيك، طالبه جامعيه سنه ثانيه ادب فرنسي. جيت انا هنا مع حركه الشبيبه الديمقراطيه التقدميه اللي منظمه اليوم يومي السبت والاحد لمده 48 ساعه دوره تكوينيه اللي استفدوا فيها مجموعه من الشباب من فئات اعمار مختلفه، وكانوا ورشات متعدده اللي كانت كل ورشه باش كتميز. انا كنت في ورشه التقديم امام الكاميرا، صراحة استفدنا فيها بزاف وناقشنا فيها، وكان الأستاذ علمنا كيفاش تقرا لي جيست ديال واحد الانسان، حركات الجسد، كيفاش تتعامل معاه، كيفاش تباسي له ان ميساج، سواء ان ميساج اوغالمون ولا ان ميساج يعني ان ميساج افيك تيزيو. ومازال اول مره، وكنتمنى ان شاء الله تكون اول مره وتكون بدايه للمرات المرات اخرى ان شاء الله نشاركوا في ملتقيات اخرى. وكذلك كنشكروا كاع الناس اللي ساهموا في النجاح ديال هذا الملتقى، لانه ملتقى نافع جدا، نتمنى يستفدوا منه فئات اخرى وتكون الاستفاده متنوعه ان شاء الله اكثر. وكنتمنى لهم التوفيق. المستفيدين ديال بالنسبه ماشي ما غنقولش لتندراره، ولكن الجهه ديالي بالنسبه لمدينه تندراره كانوا جوج، وكانوا من نواحي ديالنا، كانت بوعرفه، كان الحضور ديال بوعرفه، كان الحضور ديال عين بني مطهر، وكذلك كان الحضور حتى بالنسبه للجهات الاخرين، لان كان تنوع جهوي وهذا هو اللي كان ميز. يعني بغض النظر عن الاستفاده اللي كانت عبر الورشات، كان التنوع وكان الاختلاف وكانت الاستفاده ما بين حتى ما بين الاعضاء، كل واحد كيفيد، وكان كذلك ركن التعارف ما بين الاعضاء. وشكرا. السلام عليكم، شيماء عياشي، ايتوديونت اون ايكونومي 3ام اني، باسم اللجنه المنظمه. نتمنى هذا الملتقى هذا يكون استفدوا منه الشباب اللي راهم مدعوين واللي راهم يعني معنا حاليا. اخترينا لهم ورشات اللي تفيدهم مستقبلا، بحال ورشه المونتاج، ورشه التقديم امام الكاميرا، ورشه التقرير الصحفي. هذا الشيء كامل باش يساعدهم مستقبلا في الاعلام. يعني حنايا عندنا يعني واحد لومونك ديال الاعلام كافه الشباب، سي بوغ سا مشينا لهذا المجال هذا. بالنسبه لكم شنو المدن اللي مشاركه معكم في هذا الملتقى؟ المدن اللي مشاركه معنا في هذا الملتقى كاين مدن عديده، منها تاوريرت، وجده اللي راها هنا، الناظور، بوعرفه، فيكيك، بني مطهر، تندراره، يعني كاين بزاف. اذا مشينا نحسو غادي نلقاو بزاف تاع المدن، واخا كيقراو هنا ولكن سون دي زيترونج. بالنسبه لليوم الاول شنو كانت الانشطه؟ اليوم الاول كان في الاول في الصباح كان الترحيب وداك الشيء، يعني لاكي، ونهار ودار الورشات مور داكشي دزنا نيشان الورشات. الورشات كانوا مقسمين بواحد واحد لافاسون اللي هي زعما
كنقولوا كل واحد مشى فين يرتاح، يعني ما كانش مفروض على شي واحد انه يدير شي حاجه، ولكن كل واحد مشى فين يرتاح. اللي باغي يمشي يدير المونتاج مشى يدير المونتاج، اللي باغي يمشي يدير تقرير صحفي يدير تقرير صحفي، اللي باغي يدير تقديم امام الكاميرا يدير تقديم امام الكاميرا. ويعني كان داز داك الشيء مزيان. في الليل كانوا التعارف وداك الشيء، كنتوا حاضرين معنا وعرض افلام، يعني كان داك الشيء مزيان في الليل صافي. بالنسبه للمدى الاستجابيه نتاع التلاقي التواصل بين المدن وبين المشاركين، كيفاش كتشوف التلاقات ديالهم في اول يوم؟ اول يوم كيكون ضروري واحد ما باغي يهضر مع الاخر، واحد خايف يهضر مع الاخر، يعني ما كتكونش واحد الانسجام كبير. ولكن اون فوا كيجلسوا في طابل وحده كيكون كيبدي واحد الانسجام ما كتخيلوش، يعني كلشي كيبدي كيهضر، كلشي كيبدي كيتداخل، كلشي كيبدي، يعني هذاك هو الهدف ديالنا، هو ان الشاب خصو مين يمشي شي بلاصه يفرض راسو يهضر يدير بزاف ديال الحوايج، ما يبقاش منعزل، حيت العزله راه ما تفيدو حتى في حاجه. شكرا شيخ. ميرسي. أميمة مولاي، مدينة الناظور، طالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة وجدة، شعبة علم الاجتماع. شاركت في هذا الملتقى إعلامي اللي كان المحاور ديالو كيتركزوا على دور الإعلام في تشجيع الشباب على المبادرة السياسية، المشاركة السياسية. وأنا أول التفاتة ليا أنني شارك في شي ملتقى بحال هذا، وصفت بزاف ديال الحوايج. اول مره كتحضري؟ اول مره كنحضر هنايا، واول التفاته ليا هنا كما قلت، وعجبني الحال وصفت بزاف ديال الحوايج. من بينهم عرفت كيفاش انه الاعلام كيساعد الشخص على كيساعد الانسان على التواصل والحوار مع الافراد. كلمة اللجنة المنظمة اللي استمرت على هذا الملتقى، كنشكرهم بزاف على هذه الالتفاته اللي داروا لينا، بحكم انني شعبه علم الاجتماع، الا وغادي تساعدني قدر مستقبلا، وان شاء الله تكون شي التفاته اخرى في شي ملتقى ثالث ان شاء الله. شكرا. منيه بنت هامي، مشاركه في الملتقى الجهوي التكويني الثاني الذي يدور حول دور الاعلام في تشجيع المشاركه السياسيه للشباب، الذي نظمته حركه الشبيبه الديمقراطيه التقدميه فرع وجده من مدينه وجده. وشاركت امس بالورشه حول التحرير الصحفي، حيث شهدت الورشه حضور مجموعه من رجالات الاعلام. كانت الورشه غنيه بالمعلومات حول التحرير الصحفي وكتابه التقارير، استفدنا كثيرا من هذه الورشات، ونشكر حركه الشبيبه الديمقراطيه التقدميه على هذا الملتقى الجهوي الذي تنظمه للمرة الثانية في ظروف جد جيدة. نعم. بالنسبة لك منيا، واش هذه أول مشاركة ديالك في مجال الإعلام، ولا ديجا كنت تدرس الإعلام؟ أنا أدرس الإعلام، حاصل على إجازة في الإعلام والصحافة، أشتغل كإعلامية بإحدى الجرائد الإلكترونية. من خلال ما شاهدناه أمس في الورشة، يعني لاحظنا أن المشاركة والنقاش كان شيق وجد غني بمعلومات زاخرة.